السلام عليكم. طبعا هذا الشرح طلبوا من عندي ناس انهم ما يعرفون شلون يدخلون اللعبة وكيفية لعبها والى اخره. طبعا بعد ما تنزلون اللعبة من سوق بلاي تحمل ميجات 195 ميجا واكثر او اقل حسب الميجات اللي يقول لك. انت تختار هنا حاليا على الفيسبوك يطلب من عندك هذا الشروط وهاي، تضغط هنا الموافقة. انفتحت اللعبة تقريبا، اوكي طلع هذا الدقة اللي تناسب جهازك، اضغط هنا. طبعا صار عندي خلل لان دخلت لحسابي، سجل خروج. بعد ما ضغطنا على الفيس يطلب من عند متابعة باسم. طبعا هنا عندك تعديلات يعني خصوصية، يعني أنا ما أريد قائمة الأصدقاء. أوكي ضغط متابعة. دخلنا من جديد لأن ما يعني تونا مسوين حساب ببجي. هنا يقول لك الأوروبي نختار. أوكي هنا إذا تلاحظون اكو ذكر او انثى، هنا البلد، هنا الاسم. اوكي انا اختار الذكر. الوجه اللي مناسب لي مثلا، التسريحة اللي مناسبة لي، هنا البلد اختار العراق. الاسم لازم تختار اسم انه ما حد مختار هذا الاسم. اوكي يعني مثلا انا اختار اوكي، نضغط على هذا الصفرة هاي، تم دخولنا الى اللعبة. اوكي هسه دخلنا اللعبة حاليا، طلعنا هذا الواجهة، اضغط اوكي. الجائزة اليومية هاي تاخذها، تخطي بعد استلام الجوائز، وهذا الصورة تطلع لك اللعبة. بعدين الاعدادات، الاعدادات طبعا هي تشرح واحد يراد، بس يعني خلينا نفوت على الاعدادات ولو اني مو قوي بالانجليزي، بس يعني الاعدادات ما رد لشي يعني هو بكما هي اغلبيتها. بس اذا تريد يعني تتماي تطلع سكوب تحول على هذا الخيار ماشي. هذا خارطة شلون تلعب، فردي وزوجي ورباعي ماشي. اضغط اوكي. ادخل جيم على ستارت هنا. بهاي الصورة انت دخلت اللعبة، راح تدخل الساحة يعني ساحة انتظار بها طيران يعني وراها، بعدين تطلع لغير مناطق الخرائط تختارها انت ماشي. مثل ما تشوفون انت هجم ما عندك ملابس، يعني اكو ناس يقول ليش ما عندي ملابس. الملابس حبيبي انت تشتري الملابس بعدين تتعلم شلون. هسه خلينا نشوف الاعدادات هنا. هاي الصوت تسمع وتفتح اللاقطة، سد اللاقطة، نعم اللاقطات هذا عام او تحول على التيم. اكو تيم وعام وقطع الصوت نهائيا ماشي. هسه حاليا انا قاطع الصوت بس اسمع ماشي. هاي الاعدادات خليها على الصفرة احسن يعني تبين قدامك ماشي. هسه حاليا تضطرت طلع الخارطة، بس اضغط على الخارطة يطلع يصير كبيرة ماشي. تختار المكان اللي يناسبك. هنا متابعة، اذا تحب تتابع الشخص بس دوس فلاو، اذا تحب هو يتابعك يعني اثناء النزول بس دوس لهذا ماشي. هسه احنا خلينا نشوف راح يجون ويانا اثنيناتهم، راح يجون وياي ماشي. هذا يقول لك يعني اقفز، بس يعني لا تقفز بحي الله مكان، اختار لك جهة على الخارطة تكون جهة مناسبة، يعني لا تختار مثلا بوشنج، اختار لك مكانات صغيرة، مكانات بها بيوت قليلة. اوكي المكانات الخضراء بالخارطة يعني طبعا بداية ماكو خطر،
لان انت جديد ما يعطوك يعني نسبة عالية. لا تنزل بالمطار ولا تنزل بوشيكي ولا تنزل بالسكول. اوكي هات ثلاث مكانات لا تنزل بيها، تنزل بيها اي مكان. خلي نطلع على سكول مرات. هذا الجيم مجرد للشرح. طبعا انت راح يعني تكون مبدع بهذا الشيء يوم بعد يوم، ترى شلون تختار شلون تنزل. هذا سلاح مسدس، يعني اللوزة تختار المسدس. هذا اي كي ام يعني كلاشينكوف. خلينا نقول هذا يقول بابا يمين يسار. اوكي ندخل جوا. الجرافيك انا انصحكم تعرفوه كما هي، واذا تنزلها بعد جوا بعد احسن حتى لا يصير عندك لاك. خليها كلها جوا حتى لا يصير عندك. اما اذا ايفون لا عادي صعد شم انت ترغب. الاعدادات البقية اللي كيفك تتحكم بها، انا يعني بالنسبة لي احب يعني جهاز شاشته كبيرة، احب تكون بهذا اللون. ماشي اوكي هنا بعد شهدنا. هذا قيادة سرعة الحركة، انا افضل هذا الشيء. اما بقية الاعدادات لا تلعبون بها. هاي الاصوات انا الميوزك ما احب اسمعها. ماشي حاول دور على الدرع او شيء. هذا القنبلة الدخانية مهمة، كلش مهمة. هاي مشروب. هذا مشتد باللعبة. راح اخيب هاي الدرع. هذا عندك كاتم وكار. هذا الدم ابيض تفيدنا. درع ليفل 2 زين. مشروبات يعني تفيدكم يعني للسرعة والرماية قوية. ماشي بس اضغط عليها، مجرد ضغط عليها يقوم يشربها. شنو هاي البوتات؟ حلو. لا تقتل ولا شيء. شو صار؟ ما عندي طاولة. ايش تكتك بالطاولة؟ مترمي دائما يمين يسار يمين يسار. اوكي
دائما كن منتبه، مخشي عليك. صوبة واحد هنا ما ادري وين راح. ذاك تقيش ثواني وطلق. بس شنو هذا؟ رمانة دخانية. ماشي سموك. اكو رماية، شوف تابع الخارطة، اكو رماية. وانا عن طريق الرماية الخارطة اروح لهم، بس مو انت تروح لهم بعدين، بس يعني مقصدي انتبه. يمين يسار اوكي. ها الطلق الاخضر يفيدك. دائما عبي مخزنك. لك واحد ثاني ورانا. الاسكوب اربعة. اهو بزين. زاد جماد. عندي جنطة ثلاثة. اوكي. هسه الدائرة الخارطة صارت حمراء، معناها شنو؟ معنا بعد شوي راح تنقصف المكان كله. نفتح المكان شوي طفر الشاشي. كنت تحب تتابع شخص؟ الاضرب ثابت من الشباك، يعني توقف لي هيجي عشان تنتظر. لا غلط، تمايل حاول وبصفحة الشاشة بوا هيج او تمايل. اوكي اشرب لك مشروبات ودائما عبي سلاحك الفارغة. ماشي حاليا نحن داخل الزون. خلص القصف عادي، صار نقدر نطلع. ذاك جاينا. ذاك الاخ من يصير تمايل هواية. شفتوا هاي هاي سويها مفرد. اوكي حتى طاقتنا تجيب الهدف. ماشي ها طلقة واحدة. هذا شرد وقعته. جاي العب وياهم يعني على الخفيف على البارد، لان اكو صوت رجلين. هذا هنا تابع الخارطة. تابع الخارطة شوف صوت رجلين هنا جوا جوا جوا. شفتوا دي يضرب القاع. ماشي
اكو بعد صوت للرجلين ثاني. ايش الثقب هذا؟ هذا على اخوذه ثلاث مرات اثر عليه اضرب على الرجلين. ماشي انزل من العمارة تالي ما تالي وقعه. غريب هذا الكلي، خلي اخوفه بالله. من صعبك يوقع ارمي السموك حتى شن لحد يشوف. اذا اكو عليكم تعرض او شيء انتم بوسط منطقة مفتوحة ذبل السموك حتى لحد يشوفكم ويرميكم. ماشي دائما من توقف فوق سطح او مكان مفتوح خليك متحرك حتى اذا تنضرب ما تجيب الهدف، يعني ما تأثر هواية. ماشي عالجة خلينا نشوف ايش عنده. هذا الخوذة الثلاثة اللي لقيت لكم عليه يعني مهم كلش. فلسح علينا لازم وين نتجه، شوف الخارطة مرسومة قدامنا الخطوط البيضاء، لازم نتجه على الدائرة البيضاء حتى شنو حتى هذا الخط الأزرق لا يقتلنا. ماشي فالدائرة البيضاء وين صايرة؟ نطلع هيجي؟ لا غلط، إذا نطلع هيجي لازم نختار ونطلع بهذا الاتجاه. هذا العين طبعا تقدر تشوف يمين يسار وانت تركض، دائما خلي حركتك سريعة يعني مو تمشي ليجي هيجي لا تمشي. هذا اليك صعدها لي فوق، شبيك اخر واحد قدامي. بالطاوة دروب، هسه اشوفكم الدروب شنو. خليني اتاكد من البيوت بس مو تروحين عليه، يعني هاي يعني القتل اللي يصير عليه على هذا الصندوق ثاني الا اذا كانت يعني مكان ما بي احد. بعد ما يخلص الدخان روح عليه ماشي، واذا كانت قريب عليك اخمطه واشرد. حاول الرد ثابت، تحرك يمين يسار هي كروزة. اوكي وانت اخذ اشرد. عبي مخزنك دائما
حاول تقتل بين البيوت بين البيوت او تنبطح من يكون قليلين افضل لك. بس الزون هنا قرر يكون انا افضل في البيت كافي بعد مغامرات وهاي السوالف. حتى ناخذ الجيم لازم نحافظ على نفسنا. اشرب مشروب. داك واحد في الشارع. طبعا الكراز ابيها ارتفع قوي كلش. هذا هنا رماية تابع الخارطة دائما. من تكون رماية تابع الخارطة. لقيت هذا كرازة مشكلة. كرازة كرازة للمواجهات القريبة نار داخل بيوت وما شابه. ظل واحد وين ماشي. يا ترى وين هذا الواحد؟ وين صار هذا اخر واحد؟ طول. يلا اجانا خط. اجانا خط ازرق. اوكي خلنا نلقاك. اي شفتوا كان منبطح. يعني شنو فكرة اللعبة؟ انه من يبقون قليلين تنبطح انت ماشي. خلي خلص طبقة. كالي طم. اوكي قضينا هذا الجيم حلو يعني كله ويا البوتات. بس يعني الفكرة كانت قاتل 24 واحد. الفكرة كانت انه طريقة اللعب شلون يصير، شلون تحافظ على نفسك، شلون هاي. يعني انا لعبت من لعبت وياكم يعني هذا الجيم فقط شلون ويا البوتات. بس لما تلعب ويا الواعي بتلعب اسلوب يعني حرص اكثر. اوكي انتهى حبايبي. اذا عجبكم الشرح لايك وشير ولا تنسوا الاشتراك. تحياتي لكم.